شاطر الروي. تعالي تعالي يلا برافو شاطر يلا معلم يا كابتن شاطر يلا تاني تاني روح تاني تاني برافو تاني شاطر انت عشان انت فليت ما تعرفش تبرر تاني يلا تاني تاني يلا ها شاطر روح يلا يلا من هنا سيب الكيس سامي هنا من هنا امسك كده يلا قول له تعالى روح يلا روح ايوه كده يلا روح يلا 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 بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا تاني 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 هو بيطلع من الناحية دي بس بيطلع من الناحية دي ما اعرفش منين يلا 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 ايه تابع هلا يلا نطلع ونجربه من الناحية دي يلا سل سل برافو تع مو سل تعالوا تعالوا راح نطلع مركز النهارده معايا مركز التدريب بتاع منو اللي الممنور يا سيكات الكابتن ابو نور هو اللي علمني ازاي نطلع من السله شكلها كده الدنيا هتشتي النهارده شكلها ما نعرفش بس الدنيا غيمت فوق بعد شكلها هو بيعلمني التدريب في حاجه معكساني واحده واحده معايا طب تعالي كده نجرب الحلقة النهاردة عن السلالم السلالم الكلب لما بيطلعش السلم تعمل ايه يلا بينا يلا سياسة سياسة تطلع بسياسة يلا بينا تعال يلا تعال يلا تعال اول واحدة على واحدة هيلاقي السلم مفهوش حاجة هو السلم بيخاف منه عشان بيهز فاكر نفسه بالهزة دي هيوجع هيوجع بس الحمد لله عجبنا موجع نعمل نفس شبه علينا وجع من اللي مش عامل شبه علينا ايوجع من اللي عامل شبه علينا ايوجع بص 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 اللي حد يقدر يمشي كده البليه مما في الشارع معك اللي يكلمني انا هنشتغل مع الكلب اللي يكلمني انا اللي يكلمني تخليش صاحبك يحسس على الكلب بتاعه مثلا ده بتاعي مثلا نقول مثلا ده بتاعي الواحد ده حاسس عليه نقول لك ليش يجي بقى يعمل ازاي مسكره ايدي الكلب بس انا عمره بس انا جربته عمره ما يقدر يعمل لي حاجه نقول لكم بقى باي مش هنقول اشتركوا اللايك او تنسوا تعملوا كومنتات با او تنسوا تعملوا اشتراك واللايك وفعلوا الجرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته